جرب اصحى هيك من النوم الصبح واطلع اتمشى في وسط البلد هيك صباحا على الريق يعني واسمع صوت الاوركسترا تاعت البزقات وهي بتطرطش على الارض مثلا، تناغم صوت البلغم وهو عم بحاول يطلع من حنجرتك بسلاسة. يا جماعة اذا بتطلعوا على الشوارع عن الصبح بتشوف الارض بتلمع الكل لمعان عادي، يعني نسبة الحوادث عندنا طلع سببها الزحليك تاعت الصبح، يعني الزحليك طلعت بزقاتنا مش يعني مش عارف، بتقدر عادي تطلع تتزلج في الشوارع ما في اي مشكلة. كيفك؟ هلا، شو اخبارك؟ كيف امورك؟ هذا بس تحتاج حضرتك تفيت ففكرنا لا سمح الله. شو اخبارك؟ والله تمام. كيف امورك؟ شو مريض؟ مرشح. شو قصتك؟ والله مرشح يا عم. واحد برشح بيكون معاه بكيف كلينكس. يسلم. هذا لك. تقرا؟ بقرا. شو مكتوب؟ انا بقدر اقرفك. انا ايش؟ انا كمان بقدر اقرفك. احنا ليش جيناك وليش حاملين هنداري اعطاني وليش معنا كاميرات وليش اعطيناك شو عم بيصير وانت نازل؟ شو الحدث الغريب اللي صار؟ كل خير ان شاء الله. شو بزقت؟ بزقت؟ ها هذا كل خير. ها لو ايش يا رجل، واحد استعوق شو يسوي؟ ليه ما انت جاوبنا؟ سلمنا لك ما صحاب. ليش لسه مش واصل؟ حاول عشان اللي هون. ايش اللي هون؟ لما مزقت على الارض. وحش. طيب استنى شوي استنى شوي شو اللي سويته؟ مزقت. طيب شو؟ ليش مزقت؟ طب ما كان في اشياء بتمي وعادي بالشارع؟ طب وين بدأ أعملها؟ فيش معك فاين؟ لا. فيش معك محارم؟ ولا يسا ما الحلو بالبزقات اللي بتشوفها بالشارع، يعني من كتر ما هي صغيرة إن حضرتك تقدر تميز صاحب البزقة هاي مثلا شو تعشى مبارح إنه تيجي مع مكدوس مثلا فيا ده مقلوبة واو ده رب عم بتخيله واحد بالشارع تعرقل ووقع صباحا هيك شو إنه راحت عليه يعني دراي كلين راحت عليه خلاص يعني ياخذها معي على الدار. ياخذها معك على الدار. شو اسوي فيها؟ خليها دائما وين كل ما تتمشى بشارع خليها معك، وين ما بتبزق بس امسح. ليش؟ يعني نحس حالنا انه صرنا والله اقعد اعمل هيك هنا؟ لا مش فيها، اذا بتطيح على الارض